تاني ديزاين عند الدكتور ايهاب. هات الدكتور ايهاب بعد اذنك. مش تكفيني يا الله يخليك يا دكتور. ربنا يبارك لك. الراجل ده يا جماعه انا يعني والله انا فاهم في الشغل، بس الراجل ده يعني استاذ دكتور مهندس. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا فندم. وفاهم قوي في شغله قوي، وبيخاف على العميل جدا اكتر من العميل نفسه. فيعني اي حد بيفكر يعمل حاجه او ياسس شغل جديد ويصرف عليه وعاوز حاجه محترمه كان محمود صلاح. ده شهاده عظيمه لينا والله يا دكتور، وربنا يجعلنا نكون في حسن ظن سيادتك والله. الدكتور ايهاب الجنرال قائد ادمن جاردينيا سيتي. انا بقول لسيادتك الدكتور ايهاب قال لي الحمام بتاعك وطلع فيه فنيتك كلها، على الرغم ان الدكتور ايهاب بيشطط كتير جدا في جاردينيا، ولكن قال لك ده حمام محمد صلاح، يعني طلع فنيتك فيه، وده كانت النتيجه، ويا رب تكون لي عجبك يا دكتور. يعني حاجه مبهره بصراحه. الله يبارك فيك. الله يعيشك جدا منك. وانا قلت لكم عليه، ويعني هو كان منزل فيديوهات تاني في التاسيس، في التاسيس كان يعني ده هو كده بيوريكم اللي على الوش ده، هو تعب جدا في التاسيس. ما لسه هو بس عامل اعظم بس عامل حاجه بجد، يعني حتى في التاسيس لما الفيديوهات نزلت كملها بتاعت الشقه دي، هو كان عامل حاجه يعني بالنسبه لجاردينيا او الناس اللي شغاله هنا، مش يعني هو عامل عزل يعني تقريبا عازل الخمس دور في شقه تانيه. فربنا يبارك له وبنصحكم بيه. طب تحب تقول للناس اشتغلوا مع محمد صلاح ولا لا؟ انا عايز اقول لهم ان اللي هيشتغل مع محمد صلاح هو الكسبان مش محمد. اللي هيطلب محمد صلاح والله كل حته بتشتريها وانت بتشتري انت بتاخد عليها ضمان ذهب من محمد صلاح. محمد صلاح تطلبه في اي وقت يجي، محمد صلاح مواعيده صادق، مش اللي بياخد منك فلوس ويمشي. مع احترامي بقى بنتكلم في الله يخليك يا دكتور. محمد صلاح راجل محترم ومصلي، فلو انت سايب في الشقه دي ذهب هيزيد مش هينقص. فمحمد صلاح يتامن على اي حاجه، ودي عن تجربه انا اعرفه من يعني انا متابعه على قنواته من زمن، ومش عايز اقول لكم ان انا شاطر قوي في الشغل وبفهم، لكن محمد صلاح معديني بكتير بصراحه. يعني دكتور ايهاب بالنسبه له مش لا سيادتك هو عداني بنتعلم منك والله يا دكتور. دكتور ايهاب من احد متابعين الصفحه عندنا على الفيسبوك او على اليوتيوب. طبعا كان عنده ايحاءات ان البعد الصناعيه اللي بتيجي مع السوشيال ميديا بتبقى نصابه مش كويسه، لكن لما اتعامل معانا لا حس بفرق طبعا. ولا ايه راي سيادتك يا دكتور؟ راجل محترم ملتزم في مواعيده. لو سايب حاجه في الشقه حاجته يعني الله يخليك. عايز اقول لكم يعني ان هو من الجيل بتاع زمان في شكل حد صغير. الله يخليك. راجل 80 سنه في شكل 35 سنه. الله يخليك. بتتعامل مع حد محترم. لو اشتريت حاجه للشقه عشان تشطب او تاسس حاجتك في امان، مفيش حته جت ملهاش لازمه، مفيش حاجه اتحطت عشان يزود على شغل مش بتاع الحاجات دي هو خالص. فحقيقي من يعني اللي ما بيعرفك يجهلك، محمد صلاح بالتعامل انا طبعا معجب بشغله جدا، لكن بالتعامل فاق التوقعات بالاخلاق. الله يخليك. بنصحكم ان اللي عاوز يعمل حاجه كويسه يتصل بمحمد صلاح. وانا بنصح اي حد في جاردينيا سيتي عايز يشطب يجي يتفرج على شغل الدكتور ايهاب ويعمل زيها، يعمل كوبي وبيست، ما يشغلش دماغه، ما يخليش حد مهندس يشغل له دماغه ويدفع فلوس كتير مع الدكتور. تعالى شوف الشقه دي ايه اللي حصل فيها مع الدكتور ايهاب، هتلاقي نفسك مطمن جدا جدا لفلوسك، للماتيريال بتاعك، ما بيسترخصش في شغل الصنايعي، ما بيقولكش انا لا هات اقل صلاح، بيجيب احسن صنايعيه، احسن ماتيريال، اجود خامه. ودي النتيجه اللي سيادتك شفتها في شقه الدكتور ايهاب. وفي شقه ثانيه عملها الدكتور ايهاب في بعض جاردينيا هنا في بعض الشقق السكنيه، ان شاء الله هتشوفوا خيال علمي مع الدكتور ايهاب باذن الله. نختم بس ماشي. الله يخليك يا رب العالمين. السلام عليكم.